السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. وزارة العدل تطلق خدمة الزواج عن بعد، ففي إطار الإجراءات المتخذة في البلاد وللحد من اكتظاظ المحاكم، اتخذت وزارة العدل خطوة الزواج عن بعد، وذلك عبر الإنترنت. وتندرج بوابة طلبات الإذن بالزواج عبر الخط ضمن الدعامات الأساسية التي تعتمدها وزارة العدل من أجل تفعيل الاستراتيجية المتعلقة بتحديد الإدارة القضائية عبر التسجيل اللامادي للمساطر والإجراءات القضائية. كما تمكن هذه البوابة من القيام بالطلبات عن بعد من أجل الحصول على إذن بالزواج لدى محاكم المملكة. فالموقع الخاص بطلبات الإذن بالزواج، فبمجرد أنك تدخل الموقع كتلقى، يعني يا إما أنك تدير تتبع الطلب إذا كنت سبق لك وتسجلتي، أو لا طلب جديد. فإذا كان طلب جديد كتكليك على هذه الخانة: يرجى الاطلاع وقبول شروط استخدام الخدمة قبل بدء العملية. ثم تبدأ العملية عبر الضغط على بدء العملية. تنتظر حتى تطلع لك الخانة لتقديم طلبك. انقر النص من الصورة أدناه في المكان المخصص لهذا الغرض، وانقر على زر الخطوة التالية. يعني كتدخل هذا الكابتشا أو هذا الكود اللي كاين هنا. فما بمجرد أنك تضغط على هذا الكود أو هذا الرقم، كدير كذلك الخطوة التالية وكتنتظر حتى تطلع لك الصفحة. ملي كتطلع لك صفحة تحديد المعلومات المحكمة، كذلك كدير المحكمة اللي انت باغي تدفع ليها. مثلا اختاروا محكمة الاستئناف الدار البيضاء، كنتظروا. كذلك كنعمروا المحكمة الابتدائية من بعد ما عمرنا محكمة الاستئناف، وكنضغطوا على الخطوة التالية وكنتظروا. فملي كتضغط كتعطيك مثلا هذه الصفحة الأخرى اللي كتعمر فيها كامل المعلومات ديالك، البريد الإلكتروني، تأكد البريد الإلكتروني ديالك، رقم الهاتف، نوع الزواج، واش إذن عادي، يعني نعطيك غير خانة إذن عادي، يعني القاصرة ما مدخلش مثلا، المعلومات عن الخطيب اللي هو الزوج، الاسم العائلي ديالو، الاسم الشخصي، نوع بطاقة التعريف الوطني، نوع وثيقة التعريف، واش بطاقة التعريف ولا جواز السفر ولا بطاقة الإقامة، رخصة السياقة أو رقم التأجير، رقم الوثيقة إذا كانت بطاقة التعريف الوطني كدير الرقم ديالها، كانت رخصة السياقة كدير الرقم ديالها، الجنسية ديالك واش مغربية أو غير مغربية، واش عازب مطلق ولا أرمل، كذلك اختيار المهنة ديالك، كتختار المهنة، واش موظف إلى غير ذلك، الاسم الشخصي للأب، الاسم العائلي للأم، الاسم الشخصي للأم، كذلك معلومات اللي خاصة بالعقد ديالك، تاريخ الميلاد كامل، واش عندك، واش كتوفر على السنة فقط أو على السنة والشهر، تاريخ الزيادة يعني إذا كنت كتوفر على السنة فقط فكتضغط على هاد الخانة هذه، أما إذا كنت توفر على السنة والشهر وما كتوفرش على النهار كتضغط على هاد الخانة هذه وكتعمر مكان الازدياد، رقم عقد الازدياد ديالك، تاريخ تحرير عقد الازدياد، الجهة المصدرة لعقد الازدياد، العنوان يعني الدولة في السكن ديالك، مثلا كنت زيد في المغرب أو ساكن في بلاصة أخرى أو زيد في بلاصة أخرى وساكن هنا، العنوان ديال الخاطب، عاد معلومات الشواهد يعني رقم الشهادة الإدارية، تاريخ الشهادة الإدارية، الجهة المصدرة للشهادة الإدارية، رقم، المهم المعلومات كاملين اللي خاصين هنا اللي كاينين، يعني كتعمرهم وحدة وحدة، كتعمرهم كاملين، الشهادة الطبية، اسم الطبيب، دولة الطبيب، مدينة الطبيب، ولا كان مثلا زواج بالوكالة، يعني موكلك انت شخص باش تكلف ليه بالوثائق ديال الزواج ديالو، يعني كتعمر هذه الخانة هذه، غيعطوك الاسم عاوتاني ديال الاسم الوكيل، الا كان ليك انت كتحيد هذه الخانه هذه باش ما تعمرهاش. كذلك بالنسبه للمعلومات اللي عمر الخطيب كتعمر، كذلك بالنسبه للمخطوبه يعني السيده اللي غتزوج كتعمر المعلومات ديالها كاملين الى غير ذلك، حتى الاخر يعني نفس المعلومات اللي عمرهم الزوج كتعمرهم كذلك الزوجه، يعني المهم المعلومات اللي مطلوبين منك كتعمرهم كاملين. كذلك بالنسبة حتى للزوجة أو المخطوبة إذا كان زوج بوقت عمرها، ثم كتضغط الخطوة التالية وكتكمل الخطوات ديالك، يعني المعلومات ديالك كاملين كتعمرهم. يعني أنا لا عمرت المعلومات ديالي هنا وزدت أنا نصدق مزوج مرة أخرى. نحبسه حتى لهنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.